أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بوغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا فهد، حياك الله والساعة المباركة. فهد، يعني التسعينيات كان يعني سميه الوقت الذهبي لنادي كاظمة. صحيح، يعني وقت ذهبي وجيل ذهبي. صحيح، يعني حصد نادي كاظمة العديد من البطولات في هذه الفترة في تسعينيات القرن الماضي، زائد ان كانوا طبعا لاعبين نادي كاظمة تقريبا 70% من تشكيلة المنتخب وافراد المنتخب ساهموا طبعا في تحقيق البطولات الخليجية. شوف بغازي، يعني انا اللي وصلني كمعلومة يعني ان الاتحاد الكويتي كرة القدم قبل لا يتعاقد مع لوبانوفسكي كان هناك ثلاث مدربين. نعم. لوبن هاكر الهولندي يعني توفى، وايضا لوبانوفسكي الاوكراني مع روسيا ايضا توفى، وكان ميلان ماتشالله. ثلاثه هذيلي كان مخيرين الاتحاد الكويتي التعاقد معاهم سنه 94، يعني اخر 93 94. ففكر الاتحاد الكويتي وتعاقد مع لوبانوفسكي، فرشح انه كان نادي كاظم يدورون مدرب، فرشحوا لهم المدربين الاثنين. طبعا ما يقدرون يتعاقدون مع لوبن هاكر ما يقدر يجي يدرب منتخب هولندا في كاس العالم سنه 90، ما يقدر يجي يدرب يعني النادي. فاتجهوا الى ميلان ماتشالله. ميلان ماتشالله درب نادي كاظمه واسس مجموعه، والكل يعرف ميلان ماتشالله وقدرته على التدريب، قراءته الجيده، اسس مجموعه يعني ما يحتاج اقول اساميهم، الكل يعرفهم جيل التسعينات. قدر يحصد اليابس والخضر وخذ بطوله مجلس التعاون، وانسحب من النهائي او قبل النهائي في البطوله الاسيويه بسبب تواجده مع الانديه العراقيه، وكانت هناك في مقاطعه في تلك الفتره. لكن ودرب منتخب الكويت وحصد معهم على لقبين اسيا، لقبين الخليج، وميداليه البرونزيه في دورات الالعاب في بانكوك 98، الميداليه الذهبيه الفضيه قصدي بعد ما خسرنا النهائي من ايران 2-0. ايضا ميلان ماتشالله قدرنا يعطي منتخب الكويت دفعه قويه كاس العرب في تصفيات الثالث كاس العرب، طلعنا برونزيه، وايضا طلعنا بالتصفيات كنا قاب قوسين ادنى من تاهل لكاس العالم، لكن الظروف ما اختمت. نعم، حتى كاس اسيا الثالث، كاس اسيا الرابع، عفوا الرابع، خسرنا من ايران 96. اي صح. طبعا هاي مجله شباب الرياضه العدد 11 مايو 1998. صحيح، مايو 98 آخر مسابقات هذا القرن لكأس العالم لكرة القدم. صحيح. نادي كاظمة توج بطلاً لنهائي بطولة كأس أمير البلاد المفدى، هذا طبعاً الشيخ نابل رحمة الله عليه، يظهر يمكن عم أحمد السعدون، يمكن الشيخ أحمد الفهد. صحيح. وعصام سكين. صحيح. استلم طبعاً ميدالية ذهبية من الشيخ جابر رحمة الله عليه. رحمة الله. طبعاً لما يقول لك هذا من آخر مونديال القرن، بالفعل أقيمت في فرنسا، وفرنسا صاحبة الفكرة عن طريق جون رومير رئيس الاتحاد الدولي سنة 1930، من سنة 30 لغاية 98 في القرن هذا كله فرنسا ما أخذت، القرن العشرين طبعاً، القرن العشرين ما أخذت فرنسا البطولة، فسبحان الله قبل نهاية القرن استطاع منتخب فرنسا إحراز اللقب. نعم. كعادة سموه في احتضان أبنائه ودعمهم. طبعا هذا هاي صوره جميله، يعني قبل ان اقرا الخبر الشيخ يابر، وهني كابتن عبد العزيز الهندي حاملا كاس الامير، وهني يظهر الشيخ جابر عبد الله جابر. كان احتضان سمو امير البلاد المفدى الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح حفظه الله لابناء الرياضيين مساء يوم الثلاثاء 31/3/1998، عندما تشرفت الاسره الرياضيه بلقاء سموه الأستاذ محمد الحمد نادي غاتسية في مباراة نهائي بطولة كأس أمير البلاد المفدى رقم 36، والتي توج نادي كاظمة بطل لها واحتل العربي المركز الثاني وجاء السالمية في المركز الثالث. إيش رأيك نطلع فاصل بغازي ونتابع بقية الخبر؟ نادي غاتسية شهد نهائيا بين الفريقين نادي كاظمة وغاتسية، كاظمة والعربي سنة 90 فاز فيه كاظمة بركلات الجزاء، وهني أيضا فازوا في سنة 98. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل لتكملة بقية حلقتنا، وإحنا كنا مع إصدار أعتقد عند الهيئة العامة للشباب والرياضة مجلة مخصصة سنة 98 تختص في مجموعة، وكان هناك خبر في تتويج نادي كاظمة في بطولة كأس الأمير سنة 98. نعم طبعا ناصر عبد الله الجار الله بطل الكويت والخليج في إطاحة المطرقة. نعم يقول حققت أخيرا أحد أحلامي بتحطيم رقم الكويتي بفهد والخليجي، طموح المسؤولين يقف عند حدود بطولات العرب وآسيا ولا يوجد طموح نحو العالم. طبعا ناصر عبد الله الجار الله مواليد 1973 بكالوريوس تربية بدنية، بطل الكويت والخليج في إطاحة المطرقة ولاعب نادي الشباب الرياضي، بدأ ممارسة ألعاب القوة بفهد نادي الشباب. نعم لعب طبعا بدأ ممارسة ألعاب القوة منذ عام 1987 يقول، وحقق طبعا العديد من الإنجازات والميداليات منها بطولة الصداقة والسلام عام 1990 حتى طبعا، والمركز الأول في البطولة الدولية في فنلندا تحت 15 سنة، وذهبية الخليج فئة الشباب، وذهبية آسيا 93، وذهبية وفضية العرب شباب، وثالث آسيا 93، عدد ميداليات ذهبية عديدة. هذه صورة طبعا ناصر عبد الله جار الله الحسيني هو شقيق كابتن نادي الجهرة خالد ورئيس نادي الجهرة السابق خالد الجار الله، نجم الخلوق جدا ابو عبد الله، نجم من نجوم الكرة الكويتية، يعني بدأ بداية من افضل بدايات في خصوصا في فترة الثمانينات، وقدر مع مجموعة حصد لقب اطول دوري مع نادي الجهرة واول دوري يدخل لنادي الجهرة في تلك الفترة، ومثل منتخب الكويت خصوصا في دورة الألعاب التي أقيمت في هيروشيما 94 كان نجوم مميزين، لكن بعد ما جاء ميلان ما شاء الله تدري القناعات من مدرب لمدرب، لوبانوفسكي كان مفضل خالد الجهرة الله، لكن المدرب ميلان ما شاء الله قدر يغير التغيير التشكيلة في تلك الفترة. محمد بنيان نجم المنتخب الوطني وقلب دفاع نادي القادسية، محمد بنيان أثناء إحدى التدريبات العلاجية مركز الطب الرياضي ظاهر كان مصاب طبعا الركبة، محمد بنيان عانى من الركبة والإصابة اللي حاول محمد بنيان التأقلم فيها، طبعا إصابة الركبة تنزل شوي من مستوى اللاعب، لكن محمد بنيان ظهر في يعني رغم الإصابة اللي تعرض لها، لكن محمد بنيان ظهر متماسك وعبد الله سواء مع القادسية أو المنتخب. طبعا محمد نيان نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم قلب دفاع نادي القادسية الرياضي، صعد سلم الشهرة والإبداع طبعا حتى تحقق حلمه في ارتداء فنيلة الزرقاء، عندما تم اختياره فهد للمنتخب تألق وأبدع وأشاد بكل من شاهده، طبعا لاعب خلوق ويمتلك موهبة عالية، دخل قائمة اللاعبين المصابين طبعا كان مصاب، ثم أفقدنا فنه ولمساته الرائعة داخل المستطيل. طبعا هذا يتكلم طبعا، وكذلك وقفه كان مع مدير المركز دكتور ناصر النجدي مدير مركز العلاج الطبيعي، طبعا هو مدير المركز طبعا تأهيل، فتكلم طبعا عن إصابة الرباط الصليبي انه طبعا اخطر اصابات اللي تعرض لها لاعبي، اصابه من اخطر الاصابات اللي خصوصا فتره الثمانينات والتسعينات، يعني نقول قبل كانت الغضروف تسبب مشكله، يعني تخيل اصابه الغضروف تقعدك 6 شهور 8 شهور ما تلعب، الحين اصابه الغضروف يمكن تقعد اسبوع 10 ايام تتشارك في في في, في البطوله، لكن الكل يذكر اصابه عبد العزيز حسن حرمتنا من كابتن نجم من نجوم الكره الكويتيه كابتن عبد العزيز حسن نجم نادي القادسية والمنتخب الوطني، وأيضا بدر أبو عباس نجم نجوم الكرة الكويتية عندنا هنا ونجم النادي العربي أيضا الإصابة حرمتنا منه. نعم طبعا الدكتور ناصر نيدي نجدي هو مدير مركز الطب الرياضي والتوعية الصحية، فيقول عمليات جراحية أجريت في الخارج ولم تصل لدرجة الشفاء المطلوب، العلاج في الخارج لا يعني بالضرورة أن العلاج أفضل من الكويت. هذه طبعا صورة للدكتور ناصر النجدي مدير المركز اللي كان يشرف طبعا على إصابات الملاعب وإصابات اللاعبين. سنة تجوري بغازي والله مفهد، هذه تذكر هاللقطة هذه؟ أي لقطة؟
هذه مباراة انجلترا قبل النهائي بالسيمي فاينل، انجلترا ويا المانيا. المانيا وقتها يعني منتخب الانجليزي كان مقدم من افضل العروض في هذه البطولة، البلنتيات اعتقد تعادل 1-1. طبعا هني اندرياس بريما يعني يحتضن حارس المرمى اللي قدر يتصدى لركلات الترجيح اللي سددها ودول كاس العالم 90 اي صحيح 1990. وايضا هني اللي تباريسكي مبين الصورة، طبعا الصورة جميلة جدا بالزي الاخضر نادي منتخب انجلترا منتخب المانيا، الزي الثاني هو اللون الاخضر. اعزائي المشاهدين وصلنا نهاية حلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات اخوكم فهد عبد الجليل، الى نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.